السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ليش برد عندكم له؟ ما في برد. برد بوز الغلا ما يجي. أنت مالك ليه بس ماشي برد؟ البوز أنت سمك لبسك ما بتبرد. ما عم شغل سخاني صار يصعب اللي شغله ما عم بسخن شغله. ليش مشغلين ضوئي؟ ضوئي مثل السخاني بيعطي حرارة كمان ونفسك بس برد هيك ثلاث نفخات خالصة. بتفايدة خلص خلصوا تروح تجيب لنا مي على تشانينا. ايش المي؟ ايش نجيب لنا مي؟ اروح ابيع غزك من مي التواليت يعني؟ لك ابني روح اشتري انيت مي انيت مي جيب انيت مي نشرب مي. ليش انيت مي؟ اذا في هون مي نفس الشيء. هذاك بتعبي من الخزان وهذا بعبي من الخزان. لك هي مي صحية عم تقارن لي اياها مي مغسلة؟ هي كمان صحية، مي مغسلة كمان صحية، ليش ايش؟ لا تحطها من جيبك غير مي يعني؟ لك حبيبي مو حسابك، لو حسابك كنا شردقنا متنا فيها، خود هي اللي روح اشتري فيها وتع طير مسوك. ما لك يكون حسابي يعني، مفكر كثير عم تحلم يكون حسابي. أنا مشانك مو مشاني، مشان ما تبذر كثير، تروح مصرات هيك على الفاضي هيك. والله أنا فكرت ترجع لي إياها. لك خيي روح لا تضقر خلص روح، أعطاك لي راد روح جيب فيها مي. وطا نشوف رينا يا زلمه كثر الحكي. بسم الله يا كذي اسال الله علقني مع مبذرين يا روح غير عم صاروا مبذرين. حسبي الله ونعم الوكيل. مين جايب لي هذا انت؟ بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا جاي كبير عليكم غير ونص اخوي. اخر زمان يا زلمه اخر زمان. ايش في شبه بنقول لك خمسه خلاص علامات يوم الايام خلاص خلاص اخر زمان. ما بدك شيء ونص ما بدك يافك يا خلاص عبقدة من تحت بنص ليره. خذها بليره خذها بليره عند اسمك. من ايمتى صارت بليره ونص؟ انا بعرفها من زمان بنص ليره. خذها بليره هات ليره خلاص خلصني على اساس انه راعدني بليره يعني تحت عبقدة بنص ليره. وين ما كان خذها بلا حق تخاف علينا اخوي. وين عاد صدقنا؟ ايه في كلمة عشت؟ انت عم تقول خذها ببلاش مالك هلا كنا حكيناها. خلص خذ هاي نص ليرة كمان تكرم علينا. هاي نص ليرة وهي من عندي. خلص تركها لك تركها خلص. لك لسه انا عم بعطيك اياك من عندي. كتر الله خيرك روح على راسي تركها خلص تركها. انت عم تقول بلا حق كرم الاخلاق من عندي عم تقول تركها ابوس ايدك تركها خلص مو يلا السلام عليكم. بسم الله ونعم الوكيل. كمان في ورقة هذا اذا برجع بجي راسا بطلعوها ما بدخل على المحل ابدا. لا مع الزباين هي ولو نص ليرة. بسم الله حلو. ايش بك بعتناك حرب يعني تحرر فلسطين؟ ايش بك؟ طيب شلون معصب معصب؟ حاج 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 شوف 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 تتخلص لنينك ما عم اشرب؟ يا بني ادم يا حيوان تتخلص لنينك اليوم؟ تتخلص لنينك اليوم يعني؟ لك شو هيك عم تعظم ايده بلكي اخترق كان؟ واحد مو هيك بشرب مو هيك هات شوي لك دافع من جيبك انت شيء؟ لك حرام شغل التبذير هيك تعمل ها حاج طول معك شهر مو ضروري نفس اليوم تخلصه. هو انا قلت لك عطشان ولا بدي بري بدي نفس الشيء عطشان ولا لا ما بتموت اذا شربت كثير ما بتموت واذا شربت قليل ما بتموت نفس الشيء. استغفر الله العظيم يا اخي انت دفعت من جيبه شيء؟ ما دفعت من جيبك خلص اوعي سبب احنا كل اللي حضرتك ليره الايره رحت اشتريت فيه وجيت واحد مثلك واحد مثلك بروح يشتري بالليره مو مثلي انا بنص ليره جبتها لازم تكون هيك ليرة ونص بغداد انا بنص ليرة جبت عم ضحك عليكم والله شو والله الله نعم يا سيدي انت العالم كلها عم تعاني منك مو بس نحن هي فايف ولا بدكم شيء بدي اروح انا بس جيت اسلم عليكم. لا سلم بك وين تركني مع هذا البخيل خذني معك ابو سيدي خذني معك وين تركني هذا ما مش انا اروح شخص عم تخبي؟ نعم ماشي الله معك روح سلام.